بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، مواصلة لما جاء في الحلقة السابقة من الكلام على قوله تعالى مخاطبا النصارى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ثم قال سبحانه: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فالله جل وعلا لما نهى عن اعتقاد التثليث في حق الله سبحانه وتعالى كما عند النصارى، أخبر سبحانه وتعالى خبرا مؤكدا عن طريق الحصر، فقال: إنما الله إله واحد. فهذا رد لقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فقال: إنما الله إله واحد وليس هو ثلاثة ولا أكثر، بل هو إله واحد، رب ومعبود وحده لا شريك له، لا يشاركه أحد في ربوبيته، لا يشاركه أحد في ألوهيته وعبادته، لا يشاركه أحد في أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، إله واحد. ثم قال: سبحانه أن يكون له ولد. نزه نفسه سبحانه عن ما ادعاه النصارى من أن المسيح ابن الله عز وجل، فالله منزه عن الولد لأنه غني عن العالمين، فهو ليس بحاجة إلى الولد. سبحانه أن يكون له ولد، في هذا رد على من اعتقدوا أن لله ولدا كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ومشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فهم جميعا بأصنافهم نسب الولد إلى الله ذكرا أو أنثى، والله منزه عن ذلك. قد نزه نفسه في قول سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، أي عن أن يكون له ولد، لأنه غني عن ذلك، ولأن الولد جزء من الوالد وشريك له وشبيه له، والله جل وعلا لا شريك له وليس له شبيه ولا مثيل. سبحانه أن يكون له ولد. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض. فالله جل وعلا غني عن الولد، لأن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا، هو ليس بحاجة إلى الولد والشريك والمعين والظهير، وهو الغني سبحانه وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. قل إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الولد، لأنه يملك السماوات والأرض ومن فيهن، وإنما الذي بحاجة إلى الولد هو المخلوق الذي يحتاج إلى الولد ليشاركه ويعينه في حياته وليخلفه بعد مماته، كما قال زكريا عليه السلام:
رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فالمخلوق بحاجة إلى الولد، وأما الخالق جل وعلا فليس بحاجة إلى الولد لأنه غني عن خلقه، ولهذا قال له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو المفوض إليه شؤون عباده، فهو سبحانه وكيل، يعني موكول إليه التصرف في ملكوت السماوات والأرض، موكول إليه شؤون عباده. فالعباد هم الذين بحاجة إلى أن يكلوا أمورهم إلى الله ويفوضوا أمورهم إلى الله، وأما الخالق جل وعلا فإنه غني عن عباده، أي سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كفى بالله، الأصل كفى الله، فهو فاعل كفى، لكن زيدت الباء للتأكيد، كفى بالله وكيلا. ثم قال سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. المسيح عليه السلام لا يستكبر ويقول، لا يستكبر عن عبودية الله ويزعم أنه فوق ذلك، أو يرى أن في ذلك تنقصا له ولقدره، فهو لن يستنكف أبدا، ولا يليق به ولا بإخوانه النبيين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا بالمسيح ولا بغيره. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لا يترفع عن ذلك. والعبودية هي أعلى مقام، هي أعلى مقام يناله البشر أن يكون عبدا لله، ولهذا شرف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فسماه الله عبدا وهو أشرف الخلق. وهذا أعلى مقام يناله المخلوق، أن يكون عبدا لله وأن يوفق لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله فيه رد على من يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، ورسوله رد على الذين يجفون في حقه صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته. لهذا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، كما تزعم النصارى أن المسيح أرفع من أن يكون عبدا، وإنما هو ابن الله. ثم قال ولا الملائكة المقربون. الملائكة عباد الله المقربون عنده سبحانه في المكانة والمنزلة، عباد الله الذين يعبدونه ولا يفترون عن ذكره، لا أحد منهم يدعي أو يترفع عن مقام العبودية. إذا كانت الملائكة عباد لله، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستنكف أحد من الملائكة، لا جبريل ولا غيره، أن يترفع عن مقام العبودية، فكيف بغيرهم؟ والملائكة المقربون، لأن الملائكة درجات، وأعلاهم المقربون، فهم مع قربهم من الله ورفعة منزلتهم لا يأنفون من أن يكونوا عبادا لله سبحانه، خائفين منه، يرجون رحمته ويخافون عذابه.
وثم قال جل وعلا: ومن يستنكف عن عبادته، عن عبادة الله، يتكبر عن عبادة الله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه يوم القيامة جميعا فيجازي كلا بعمله، من عبد الله وخضع له ومن تكبر عن عبادته واستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه لا مفر لهم منه. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.